إختارت الجماهير الرجاوية تناول وجبة الإفطار في مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري، الصورة التي لقت إعجاب كبير في مواقع التواصل الإجتماعي. <applause> (سيلعب اللقاء بشبابك مغلقة بعد بيع جميع التذاكر) والمباراة ستنطلق على الساعة التاسعة لحساب الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.